ثلاثة أعوام مرت منذ أعلنت حكومة العبادي إطلاق آخر رصاصة في الصراع المرير مع تنظيم داعش، لتنهي بذلك حقبة بدأت مع فرار القوات الحكومية من مدينة الموصل أمام مئات المقاتلين من التنظيم، وانتهت بعد أن دخلتها تلك القوات على طريق مهدته طائرات عشرات الدول الكبرى المشتركة في التحالف الدولي. وبينما تحتفل الحكومة بيوم انتهاء الحرب مع داعش، لا تزال مواقع المعارك أطلالا خريبة تخفي تحت ركامها قصصا عن أكبر مأساة إنسانية خلفتها الحرب في العراق منذ الاحتلال الأمريكي. الحرب التي شملت أكثر من ثلث مساحة العراق تركت خسائر تقدر بمئة مليار دولار بحسب تصريحات حكومية، ربع مليون منزل مدمر بشكل كامل، أكثر من 8000 وحدة حكومية مدمرة، وانهيار قطاع الكهرباء بشكل شبه كلي، بحيث يلزم إعادة بناء جميع المدن والبلدات، إذ أن كل حي إما مدمر أو يحتاج إلى بنية تحتية جديدة تشمل خطوط المياه والكهرباء والطرقات والجسور. وهذا كله واقع بشكل أساس في محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار وديالى وكركوك وأجزاء من بغداد، إلى جانب الخراب العمراني والانهيار الاقتصادي. تشهد الأطلال الخربة على مقتل وجرح عشرات الآلاف من المدنيين الذين ذهبوا ضحية الحرب العبثية والقصف العشوائي، يضاف إلى هؤلاء الضحايا من قتلوا وأخفوا قسريا بشكل ممنهج وبدوافع طائفية على يد الأجهزة الأمنية وميليشيات الحشد بالدرجة الأولى. ورغم مرور ثلاثة أعوام على انتهاء المعارك، ما زال اللجوء هو الحال الواقع لأهالي المناطق المدمرة أو المستعادة كما تسميها الحكومة، لكنها استعادة للأرض دون أهلها واستملاك لها دون تأهيلها. الحرب مع تنظيم داعش بعد إعلان النصر المزعوم لا تزال مستمرة بحسب المنظومة الحاكمة ذاتها، فلم يمر شهر بعد هذا الإعلان إلا وتطلق الحكومة عمليات أمنية تحت مسمى ملاحقة فلول داعش، وكأن داعش شخصية أساسية في مسرحية الحكومة لا يراد لها أن تغيب عن المشهد، لتبقى شماعة لتصدير الأزمات إليها.